كيعمر ليا فمي بالتقاشر ديالو كيسد ليا وجهي يسد ليا فمي بالفولار وكان كيقول ليا سكتي وما تهضريش وما ديريش حتى ما ديريهاش وفاش كيسالي كيخليني مربوطه ديك الليله كامله في النموسيه وكان كي يمارس عليا حتى ملي كتكون فيا لي غاكل حتى فاش كانت فيا ديك الفيضة وداك الشي ديال بأنني طيحت كان كيمارس عليا أنا كنست في دار الدنجال والخيار وهذا وخيزو وداك الشي يعني كان جابهم من السويقة وجاب فكوس وشدهم وستفهم فوق الناموسية ودار ليا عقد لي يديا وعقد لي رجليا وبدا كيجربهم فيا كلهم قال لي شحال تبقى دابا من صافيك نورتينا الله ينورك الله يحفظك اخويا الله ينورك شنو اسم مسألة اش عطينا خديجة القلب عامر القلب عامر اخويا مرحبا بك خديجة وقبل ما اسمعوا قصة خديجة كل شيء في هذه اللحظة يدير جيم وشارك لما مشاركش خلي شي كومنتر وبارتاجي دابا تفضلي خديجة عاودي كاع داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك خديجة الله يحفظك المهم اخويا انا قصة ديالي كتبدا من الطفولة ديالي من تزوجت الوالدة بالاب ديالي وتزوجوا عن حب وولدوني يعني تولدت انايا يعني في لحظة غضب كانت والدي ديالي مدابزة مع الوالد ديالي وولدوني وتولدت أنا يعني تفارقت الوالدي ديالي مع الوالد ديالي بلاش كيفاش تولدوني في لحظة غضب فهمتش يعني الوالدي ديالي والوالد ديالي انفصلوا مع بعضياتهم أنا 3 شهور في الكرش يعني كانت عندي 3 شهور ديك ساعة في الكريشة يلا جاية للدنيا ما عارف شنو كاين يا اخويا وبقيت اسمح لي راه مخلوعه عرفتي اول مره ندوز نهضر بعد نو بلاكس مرحبا الله يحفظك الله ينورك ايوا هذيك الساعات الوالده ديالي مسكينه هزات راسها ومشات كتخدم بيا وهادي وهي حامله بيا ولدتني عند خالتي ومنين ولدتني ما قداتش المسؤوليه ديالي صافي عطاتني لجداتي بلا وراق بلا والو ما كان عندي اوراق لا شي حاجه عطاتني جداتي نيت مراس كبيره ومسن نفسين يعني كبيره صافي شدتني وانا عندي 6 شهور بقيت معاها بلا وراق بلا شي حاجه حتى تهدرت العمر ديال 3 سنوات وجابتني جداتي لماما قالت لها خذي بنتك رغم انا الوالده ديالي كنت كتخدم في البيران ويعني وفي الليل وراك عارف قلت لها انا ما عنديش كي ندير لها وما عندي ما ندير بها ديها شديها ولا عطيها لشي حد صافي خالتي من سمعت ديك الهضره قالت لها قالت لجداتي غير ديها خليها معاك على ما توصل للقرايه صافي مشيت جلست بقيت هذيك الساعه مع جداتي مسكينه كبرتني حتى دخلت للمدرسه دخلت المدرسة قريت العام الأول والو والعام الثاني والو ما كنشدش القراية حيتاش رغم داكشي اللي عايشة فيه وهذا وأنا باقا صغيرة صافي حتى الأوراق ديالي اللي تصايبو حتى كانت عندي أنا 4 سنين يعني عاد صايب لي الأوراق بأنني عاد عطاني الأب ديالي كنية حيت ما كانش باغي يعرف بيا إيوا صافي مشيت ديك ساعتين جدتي ملي شافتني يعني ما كنقراش مزيان وهذا رحلات بيا لواحد المدينه اخرى وجلست معها حتى جلست في ديك المدينه قريت عاوتاني عام واحد اخر حتى للسنه ديال الثالث كنت عندي الثالث يلا قريت نص عام وجدتي خافت عليا لان تغتصب من ولاد خالي حيت كان وحده انا وداك الشيء وكانوا كيحاولوا يغتصبوني صافي خدعتني ودتني لعند ماما ماما قالت لها انا ما عندي كي ندير لها صافي غير ديوار ما عرفش خيريه ولا المهم ما عندي من ندير بها قالت لها انا خدامه
ما عنديش الوقت ليها. صافي خالتي سمعت ديك الهضره قالت لها انا غادي نشدها وبقيت صيفط ليا المصروف. صافي شدتني خالتي دخلتني الابتدائي كملت القرايه ديالي من الثالث، كنت ان شاء الله الثالث تقريبا قريب، كان قريب العام يسالي اسمح لي ماشي مشكل ايوا وصافي شدتني خالتي ولات عاوتاني مشاكل اخرى. فلوس اللي كتصيفط ماما ما كتشريش ليا بهم الحوايج، ما كتشري لي بهم حتى شي حاجه، وليت كبحال شي سحايا ما عنديش، ما كنمشي بالصندله مقطعه للمدرسه، و كنشوف الوليدات عندهم والديهم وانا لا. يعني حسيت بداك الاحساس خايب بزاف، ما نتبدا حتى شي واحد يعيشو. وصافي بقيت كان الاساتذه بقيت فيهم بزاف، وتبناوني واحد ثلاثه ديال الاساتذه تما في المدرسه، كل مره كيشري لي واحد الكسوه كتحيدها ليا وكتعطيها لولادها. صافي كانت دوزات عليا بزاف العذاب، كتعطي تشري لولادها كتعطيهم الفطور يديو معاهم المدرسه، انا لا. كانت امي كنجي من المدرسه نيشان الشغل ديال الدار وتناكل العصا، وديما كتضربني الضرب خايب، كان ولادها كيبغيو يغتصبوني شحال مره، كيبغيو يتكرفصوا عليا، وانا كنت ما كنبغيش. صافي وصلت لواحد السن ديال السادس وهي دخلني للخيريه ديك الساعات، قالت لي انا ما عندي ما ندير بك. وهذيك الساعات الوالده ديالي عيطت لخالتي قالت لها راني غادي نتزوج بواحد السيد عايش في الخارج. صافي وتزوجت بهذاك السيد داها لمراكش، وما بقاتش كتصيفط المصروف، وهي تشدني خالتي قالت لها انا راه ما غاديش نبقى شاده البنت، راه ما عندي ما ندير بها وما عندي ما نوكلها. قالت لها ماما انا اختي راه ما بقى ليا ما نصيفط، دابا راني تزوجت ودرت داري واستقريت وعفى الله. قالت لها انا ما عندي ما ندير بنتك، اش غادي ندير بها، ما عندي ما نوكلها. قالت لها راه لقيت واحد الخيريه هنا قريبه ليا، راه غادي نمشي ندخلها ليها. قالت لها ماما مسكينه يعني ملي شافت سميتو، قالت لها صافي سيري دخليها، لان انا راني مزوجه ما يمكن ليش نجيبها تعيش معايا. صافي دخلتني الخيريه عاوتاني معاناه اخرين خايبين، وتعذبت بزاف كثر من كنت عند خالتي، زدت تعذبت معايا. واخا كنت كنبقى في الناس اللي كيجيو بالخصوص الجاليه، كنت كنبقى فيهم مساكن كيشريو لي الحوايج. كانت عندي شي 9 سنين المهم من السادس، كانت عندي شي 9 سنين ولا 10 سنين هكاك. صافي دخلت للخيريه، كانت واحد المربيه هي اللي حنينه فيا بزاف، اما الاخرين المديره وهذا كان قاسحين بزاف وكيضربونا وكي وهذاك العقده بقات فيا لحد الان ديال الخوف، وليت كنخاف الظلام. كانوا كيسدوا عليا الا درت شي حاجه، يعني راك عارف الطفوله، انا طفله صغيره وكنغلط ما يمكنليش ما نغلطش، من الاغلاط كيتعلم الانسان. كنت إذا غلطت ولا شي حاجة كانوا كيسدوا عليا في الطواليت، ولا كيسدوا عليا في لاكاب في البيت بوحدي، ولا كاب كله خاوي ما فيه حتى شي حاجة، وكيسدوا عليا وكناكل العصا خلوني بالجوع. ماشي غير أنا، حالتها بزاف ديال البنات مساكن كانوا تا هما إلا داروا شي حاجة، مثلا درتي بيبي في الفراش يعني فزكتي الفراش ديالك، ولا يعني ما خرجتيش التمارين، ولا عيطوا لهم من المدرسة قالوا لهم راك درتي شي حاجة دبسي مع شي بنت، يعني كيخليوك بالشوع كيعاقبوك عقاب اللي هو ماشي عقاب الصراحة، خاصهم يعاقبوك بشي حاجة اللي هي تكون شوية حنينة وشوية تحسك بأن راه هادو تيخافو عليك ماشي عفوا سمحلي ماشي مشكل
اخويا بدر دازت لي معاناه بزاف، وبالخصوص ملي كنا كنقراو كانوا داروا لي السوايع، وكنت كنقرا مع ناس لاباس عليهم. مثلا كنت كنقرا مع ناس لاباس عليهم، كنت كنقرا في البريفي، كندير سوايع في البريفي وكنقرا في العادي. اخويا بدر كنت قريت مع يعني ناس فهمتي واصلين تبارك الله، وهذا وكانت هذيك الاستاذه اللي كدير السوايع كانت كتحن فيا بزاف، كانت كتكسيني وكتعطيني فلوس وكتشري لي كل تشهيد شي حاجه، يعني راك عارف حق بحال حلوات لاكريم شي حاجه هكا الشوا شي حاجه ما كناكلوهاش في الخيريه، كانت مسكينه كتشريها لي. وراك عارف الدنيا مهما فيها الزوين فيها الخايب، الخايب اكثر من الزوين. وخويا بدر بقيت في الخيريه المده ديال 4 سنين، سقطت في الثامنه وسقطت في السابعه لانني كنت مرت باضطرابات نفسيه، دخلت في واحد المشاكل واحد الصعابات لانني وصلت لسن البلوغ، بديت كنقول انا منين وشكون با وشكون هادي وعلاش بابا ما معترفش بيا، علاش بابا حي وما باغينيش، يعني مرض نفسيا. وحتى من جهه الوالده ديالي كنقول علاش تزوجات وسمحات فيا، علاش ما بغاتنيش من صغري، شنو درت لها، علاش ولدوني. يعني راك عارف اخويا بدر هادشي هذا كيعقدك وكيمرضك في الحياه ديالك. اخويا مشيت هذيك الساعات ملي سقط خرجوني من المؤسسه، حيت ان فوا كتسقط عامين كيخرجوك. صافي خرجت من الثامنه اخويا، وكان خرجت من الثامنه ومشيت عند خالتي لدارها، قالت لي انا ما عندي ما ندير بيك، سدت لي الباب في وجهي وجرات عليا، جرات عليا الزنقه وقالت لي سيري للزنقه فيها تولدتي وفيها غادي ترجعي. صافي بقات فيا ديك الكلمه كتحرق. مشيت اخويا بدر وزيت حويجاتي ومشيت في الزنقه، بت في المحطه وما عندي لا فلوس لا والو باش نمشي لعند جداتي في النواحي ديال يعني بعيده بعيده شويه. بقيت غير سعيت وطلبت من الناس اللي عطاوني فلوس باش ركبت ومشيت لعند جداتي. ملي مشيت لقيت حياه اصعب من الخيريه وكثار من داكشي اللي كنت كنظن. وراك عارف البنت فاش كتكبر وكيبدا تبان الفورمه ديالها هذا. صافي ملي كاين ولاد خالي وجداتي يعني ساكنه مع خالي ومع خالي واحد اخر، ولاد خالي 4 يعني كل واحد يعني ومزوجين جزاره. صافي مشيت اخويا بدر جلست تما كاين 6 شهور مع جداتي. جداتي مسكينه خايفه كترعد عليا، كتنعسني حداها، كتنوض بيا وتنعس بيا وتنوض بيا وتنعس بيا، كتقول شي نهار حيت كيجيو الدراري سكرانين مقرقبين يجيو عندك ينوضك، شحال من مره كيجيو عندي كينوضوني في الليل تيقول يلا تمشي معايا ليه، كنقول له لا وكنبقى نعوض حتى تيجي اماني. تجي جداتي كتفيق كتمعرك عارف الناس الكبار كيطولوا في النعاس شويه، جدتي كتفيق وخالي تا هو واش كاين اش كاين تيقول والو غير قلت لها تنطيب ليا العشاء. يعني كانوا كيحاولوا يمارسوا عليا الجنس باي طريقه، جدتي كانت مسكينه كتطرق عليا وكتنعسني حداها باش ما شمنت اداش. واحد النهار ناض حتى خالي تا هو طمع فيا، حتى خالي تا هو طمع فيا وبغى ينعس معايا صحا، وانا ندبز معاه وناض ولادو كلهم ضربوني وضربتني مرتو، قالت لي انتيا كتهمي راجلي وانتيا الحراميه وهادي انتيا ما عندك لا باك لا اصلا فصل، وتجي تهديت وتجي دابا طيح الباطل على ولادي وعلى راجلي. المهم دبزوا معايا وجراو عليا خويا بدر، ومشيت في حالاتي في الليل، نعست في المحطة ديال الكيران، مرة كان نعس في المحطة ديال
ديال التران، كل مرة فين تيجيو كيوقفوا عليا سكيرية كيبغيو يديوني صحة، تي غير وجه أخويا اللي كينقدوني. مرة كيتخلط تسلط عليا شي ولد الناس كيقول لهم بعدو منها هادي راه أختي. مرة كي وبقيت كنتلفق، ومورها كنت في واحد المحطة ديال الكيران مدة ديال 10 أيام وأنا فيها عايشة فيها مع هادوك الناس كنخدم تما، وكيطمعو فيك كل شي يقول لك يلا تجي تقصري معايا ونعطيك، كل شي يقول لك انت يلا انا نديك نتزوج بيك الفاتحة. كاين كل واحد شنو كيقول اخويا، كاين اللي يقول لك انا نديك تعيشي مع الوالدة ديالي. وانا كنت حكم انني كنخاف على راسي وعلى شرفي وبقى بنت، يعني تنقول ممكن توقع شي حاجة الله يستر، ما قديت نثق في شي واحد لان العائلة ديالي وقدرات بيا، ما بالوك البراني. صافي اخويا مشيت بقيت كنبات في ديك المحطة وخدمت تمانيت، كندير الميناج كندير الميناج بالليل وبنهار دائما خدامة، وما كنت خلص هذاك الميناج مقابل المباتة ديالي اللي كنبات تما. وكنت كنسعى اخويا بناكل، واللي داز من الناس وهذه كنسعى كيدور معايا، كنت كنجمع شوية حتى كريت واحد البيت، وبقيت خدامة في ديك المحطة مدة ديال 3 شهور وانا خدامة، جمعت شي شوية ديال الفلوس. المهم شي 24,000 ريال تلاقيت مع شي بنات في ديك البلاصة اللي كنت كارية، وقالوا لي احنا رانا في دور طنجة نخدمو. قلت لهم هبطوني معاكم عافاكم، بقيت كنربو. قالوا لي لا انت باقا صغيرة ما عندكش لاكارت، غنديو كدير لنا شي مشكل. بقيت كنربوهم تداوني. المهم داوني مشيت خلصت عليهم المركوب باش داوني معاهم، ومي وصلت تما عطيتهم دوك الفلوس اللي عندي وجلسوني معاهم. المهم جلست ودخلوني لواحد شركة ديال الحوت، بقيت كنخدم مرة ب16,000 ريال الشهر، مرة ب20,000 ريال. داكشي يعني كيستغلوك الشركات ملي كيشوفوك صغير ما عندكش لاكارت، وفي نفس الوقت ما عندكش الحرفة في يدك ولا شي حاجة اللي غتنقدك. بقيت اخويا بادر كنتلاح من شركة لشركة، ومعدبة كل مرة خايفة على شرفي، تنقول غير يختصبني شي واحد غادي توقع لي شي مشكل. بقيت خايفة على راسي، كل مرة كتلاقي ماشي ذئب، راك عارف الدنيا كلها ذئب. وتما فين تما واحد النهار يات خواو الدار هذوك البنات وخلاوني بوحدي، وهي بط عندي مول وشرق لي الحوايج وحاول يغتصبني، وشرق لي الحوايج وشرق لي يعني حيد لي السروال حاشاك وحاول يغتصبني. وبقيت كنبكي وتنغوت وتجمعو الجيران، الحمد لله اللي ما دار حتى شي حاجة، ولكن غير ديك الخلعه ديال انه شرق لك حوايجك وباسك وعنقك وداكشي كامل، يعني راه كانك كتبحال شي كلب كتشوف فيك كيعض فيك. يعني اخويا بدر شحال بكيت وشحال مرضت نفسانيا، وتي هما جاو داروا راسهم ما عارفين والو، بقاو كيواسيوني. تداز تقريبا شي شهر ونص عاد عرفت من واحد اختها دابزو، وحده فتحات وحده، وقالوا لي احنا راه بعناك المول الدار مقابل 5 شهور ديال الكرا. ومنين درتي له ديك الشهاده راه جرى علينا، وخرجوني وجراو عليا وخذوا لي حوايجي، عطاوني غير شي حاجه اللي كنت لابسه. ومشيت للشركه خدمت داك الصباح بكري، مشيت كنت كنوض نخدم مع 3 ديال الصباح كنمشي ديك شركه الحوت. هذيك السيده اللي كانت مسكينه كبرانه علينا، قلت لها راه شنو وقع لي، شافتني كنبكي والبنات كيشوفوا فيا، قالت لي شوفي انا راه عندي واحد البيت في السطح غادي نديك، هو طواليت وليني. المهم هي مازال ما حافراش، مازال ما دايراش فيه الطواليت، يعني غير بحال يعني كبحال مازال ما حفراتش بلاصه الطواليت غير بيت. قالت لي صافي سيري يلا تمشي معايا، وكريم من عندي ب500 درهم.
قلت لها انا راه ما عندي لا فلوس لا والو، ودابا شنو شنو واقع لي؟ قالت لي مسكينه صافي هاد الشهر الاول ما غنتخلصش منك، ولكن الشهور الاخرين غتبقاي تخلص يعني. قلت لها صافي. مشيت وليت كنبات في ديك الطواليت ديما مخلوعه ديما خايفه، كالناس كنبقى نحلم بشي حوايج خايبين، كنقول اني وليت تخنق نفسيا، وانا مني السطح مني الخلا غير بوحدي. دائما كنت كنقول علاش ما عنديش شي انسان اللي نحط عليها الراس، علاش ما عنديش اللي يحنوا فيا، علاش ما علاش ما عنديش والدين، علاش ما عنديش الخوت. دائما كنت متعقدة نفسيا، دائما الحمد لله اسمح لي اخويا شي مشكل. دائما كنت كنقول قربي عفاك الميكرو، كنت في الاول قربي الميكرو واش كنت تشرح عفاك. انا خويا دابا كتسمعني؟ ماشي بحال الاول، بدلتي الميكرو، قربي شويه الميكرو. دابا مزيان؟ دابا مزيان، كملي لي خديجه. قلت لك اخويا دائما كنقول انا علاش ما عنديش والدين، انا علاش حياتي هكا. الله يسمح لي، كنت دائما تنقول علاش انا مكتب عليا هادشي. دائما مرض نفسيا، وليت كنحس براسي انا زايده على المجتمع، كنت غادي ننتحر جوج ديال المرات. دائما حتى نجيب واحد المره جبت الكيناد الفار وقرعه ديال المناضه، وكنت باغي نقتل راسي ونتهنى ما قدرتش. كتجي شي حاجه كتوقفني كتقول لي لا مازال خاصك تعيشي، مازال الحياه زوينه القدام. المهم كل مره كنت كنحاول ندير شي حاجه لراسي باش نتهنى، باش نتهنى من هاد الحياه اللي كلها صعب وكلها مشاكل. رغم انني يعني الحمد لله كنت كنقرا كتاب الله وكنحفظ، وهذه كانت الجهة النفسية مريضة بزاف من جهتها، وما كنتش مرتاحة. بديت الحياة مع ديك السيدة، مرات تعرفت على هاد ولد الناس اللي تزوجت بيه، كان من خير يعني خير الناس ومتقي الله وكيخاف الله، وتزوجت فيه وتقت بيه، ويعني قلت إنسان غادي حنفية صافي. بقيت كنجري حتى صايبت الوريقات ديالي ودرت لاكارت، عطاتني جداتي مسكينه الوريقات على صعيدة السكنه وداكشي على حسابها، وصايبت الوريقات ديالي وتزوجت بيه، وتا هو يعني تزوجت انا وياه، يعني تا هو صايب وريقاتو الحمد لله. درت العقد ديالي وفرحت، موراها تقلبات الحياه ديالي راسا على عقب. يعني هذاك الانسان اللي كنت كنحلم انني غادي نعيش واحد الحياه يرتى لها، يعني واحد الحياه اللي وليت عايش واحد الحياه ما فيها ما يتشاف. يعني صافي تعذبت وتكرفست معاه، عشت معاه، كان ديما كيضربني تيديني يخدمني نخدم ونعطيه الفلوس. كنخدم في الشركه ديال الخياطه، كنخدم وكياخذ لي فلوسي، ما كيصرفش على الدار، تيخلي الكراسه تيتفاقم علينا، وكيضربني وكيغتصبني. يعني كنزوج وفي نفس الوقت كيغتصبني، كيدير عليا شي حوايج اللي يعني كيشوفهم في الفيديوهات الاباحيه. دائما كان كيهيدني وكيقول لي انتيا ما عندكش والديك، انت يا غير بنت الزنقة، انت غير بنت الحرام، انت يا هادي. تيقول لي انا راه انا درت فيك العشار وانا غير هذا. دائما كان كيمن عليا وكيقهرني، كان ما تيسكر من حتى شي حاجه، ولكني فاش كيجي في ديك الحاله يعني ما عرفتش لحد الان علاش كان كيجي في ديك الحاله، واش كان كيدير الكوكايين، واش الله اعلم. لان كنا بحكم اننا ساكنين في الشمال، كان بزاف كيسهر تما يا تال نصاصة الليل عاد كيجي كينوضني من النعاس، كيجرني من رجلي وكيقول لي
سيريل هي تناسي الكلبة وكيخصصني كيعلق لي رجليا وكيربطني كيفحال شي كلبة وكيخصصني. كان دائما كيقول لي انتي يعني انتي كبحال الخدامة ديالي، انتي غير الخدامة ديالي وانا جبتك غير باش ندير بك اللي بغيت. يعني هادشي عقدني بزاف اكثر من كنت كنقول كان عندي والدين كون يعني كون ما وصلت لهادشي هذا وما تعذبتش. اخويا شحال مرة كان كيربط لي يديا ورجليا وكيبقى يضرب فيا بحال يعني كبحال دوك المواقع الإباحية، كيربطني وكيبقى يمارس عليا وكيقول لي خاصك تسكتي وما تهضريش وما تبكيش ما يسمعوش الجيران صوتك. وكنت فاش كنبكي كيعمر ليا فمي بالتقاشر ديالو كيسد ليا وجهي يسد ليا فمي بالفولار وكان كيقول لي سكتي وما تهضريش وما ديريش حتى ما ديريهاش. وفاش كيسالي كيخليني مربوطه ديك الليله كامله في الناموسيه وكيمشي للخدمه حتى تيجي. دابا داك الشيء اللي تخرج في الفيديو تيبغي يطبقو عليك. كيمشي للخدمة من الفجر من 3 ديال الصباح حتى 4 ديال العشية، 5 ساعات كيجي وبعض المرات تيزيد السوايع كيجي حتى 9 وكيخليني مربوطة داك الوقت كامل. فاش كيطلقني ما كنقدرش نوض من تيتفيكس عليا ظهري وكلشي كيتفيكس عليا ما كنقدرش نوض. صافي حتى دابا راني مرت بالسياتيك في ظهري وليت مريضة. وكان كيجيب ليا 10 دراهم ديال العدس كيقول ليا تقسميها على 4 كل مرة طيبي شوية. ملي كنطيب داكشي اللي كنطيبو كنحطو في الطبسيط كياكلو غير هو. كنقول له راه ما كليناش، كيقول لي لا وكلوا ليك واش انا بغيتيني نوكلك. وليت كنشفر الماكله كبحال راني خدامه عند عباد الله ولا المهم. وليت كناكل باش ما يشوفنيش راني كليت وندير راسي راني ما واكلاش باش يخلي ليا واحد شويه عاوتاني في الطبسيل وناكل. كان كبحال الى جاب البيض كيقول لي طيبي لي بيضه وانت يا سيري طيبي الكاتاي والخبز. واخا هكا كنقول له صافي ماشي مشكل. صافي وحملت بنيه وما كنتش عارفه راسي حامله حيت اول مره نعرف شنو هو الحماله. وصافي مورا منين حملت انا ما كنتش عارفه راسي راني حامله وكان كيضربني بقى كيهبط مني الدم والطروفة ديال اللحم وما عرفتش بلا راني طيحت. صافي وكنت تيجيني نزيف وما عرفتش وصافي وبقيت هكاك بقى كيغتصبني. انت واقع لي هذا المشكل؟ وانا واقع لي هذا المشكل وكان كيمارس عليا حتى ملي كانت كتكون فيا لي غاكل كان كيمارس عليا. وكان كيمارس عليا حتى ملي كتكون فيا لي غاكل حتى فاش كانت فيا ديك الفيضه وداك الشيء ديال بانني طيحت كان كيمارس عليا. وكنت نبكي وتهوج ومتيخلينيش كيسد ليا فمي وكيربطني وكيدير ليا كبحال الكلبه. شحال من مره كيربط ليا يديا مع رجليا وكيعقدني كامل وكيمارس عليا. ومنين كنهضر كيضربني حتى عينيا كيزرقو ليا وكيشدني كيسلخني. ملي كيجيو الناس يفكو كيقول لهم مراتي ماشي شغلكم فيه كيجري عليهم. وصافي من هذيك الساعة الناس بقاو كيقولوا لي ديكلاري بي. صافي مشيت باش نديكلاري بي هذيك الساعتين. فاش مشيت باش نديكلاري بي دخلت البوست ديال البوليس قلت لهم راه راجلي كيضربني وهادي عيطوا لي جا من الخدمة بقى كيبكي قال لهم انا ما عمري قصتها انا ما عمري درت لها.
وخرجت لبرا قال لي البوليسي سير يهضري انت وراجلك في خاطركم ياك ما تصالحوا وتحلوا المشكل راه غير سوء تفاهم. خرجت لبرا انا كل اللي كنت رعد ويقول لي قال لي قسما بالله وما ترجعي دابا للدار وتقولي لهم سمحوا لنا راه غير سوء تفاهم وترجعي دابا بحالك للدار حتى منين غادي منين غادي نتشد غنخرج وغندوز عليك وغندير لك ونفعلك. المهم ما عمري غادي نخليك. قال لي غندوز الحبس وغادي نخرج غادي يولي عندي الحبس كيف حال الدخول كيف حال الخروج غادي نشدك وغادي ندير لك ونفعلك. هددني بجميع الطرق غادي نغتصبك وغادي ندير لك غادي ندبحك ولا تزوجتي شي واحد اخر غنقتلك انت وياه. هو كان كيهددني شحال من مره بالجنويه وكان كيشرط لي الحمي شحال من مره. ما كنتش كنقدر نهضر شحال من مره كيجي يعني كيجي وكيخشي فيا شي اله حاده في الرحم ديالي ولا كيفاش يعني شحال من مره كان كيجيب شي حاجه وكيحشيها فيا. واحد المره كان ست في دار الدنجال والخيار وهذا وخيزو وداكشي يعني كان جابهم من السويقه وجاب فكوس وشدهم وستفو فوق الناموسيه ودار ليا عقد لي يديا وعقد لي رجليا وبدا كيجربهم فيا كلهم. قال لي شحال تبغي دابا من سنتيم بدا كيدخل ويخرج في الهضره ما عرفتش علاش كيقول داك الشيء. قال لي غادي نعذبك وغنكرهك في حياتك صافي اخويا مشى. صافي يعني وكان دائما كيضربني وكيغوت عليا وانا صابره تنقول خايفه لا هضرت غادي نولي غادي عفات الميكرو كي كان في الاول واش دير شي حاجه. واخا خويا دابا مزيان دابا مزيان تسمعك. قلت لك وكان دائما كيهددني تيقول لي غادي ندير لك ونفعل لك وانا كنت خايفه كنت كنقول غيقتلني غادي يدير لي غادي. ثم وراها تلاقيت مع واحد الجاره كان جات سكنت حدانا حيت كانوا دوك البيوت اللي حدايا كلهم خاويين. جات واحد السيده سكنت حدايا من تما تغيرات الحياه ديالي وهي جات هي وراجلها عندها وليد وانا ديك الساعه كنت حامله ما عارفاش راسي راني حامله حتى درت تقريبا حيت هو اصلا كون عرفني راني حامله غادي يطيحوا ليا غيبقى يضربني تيطيح بحال اللي دار لي في الاول. يعني في الاول كان حاس غير بالاعراض ودار ليا كك بالعاني وفي الثاني حملت بهاد الوليد اللي دابا راه معايا وصافي بقى حتى 3 شهور كيضربني كيجي بقى يسيل مني الدم ولكن ما عارفاش بلا راني حامله. صواحد النهار قالت لي جارتي راه خاصنا نمشي تخرجي معايا للمارشي. نخرج معاها داتني الطبيب ديال الحومه قلبتني الطبيبه قالت لها مبروك راها حامله غير هي راها كدير الاعمال الشاقه ولا شي حاجه اللي صعيبه راها كتنزف راه ما خاصهاش تنزف وخاصها الراحه. وصافي رجعت للدار وصافي درت واحد العشاء رومانسي باش نفرحو زعما ونشوفو كما يتغير كما يعني يولي واحد اخر. غير عرف بانني انا حامله بقى كيضرب لي راسي مع الحيط وكيضربني الكرشي باش يطيح بقى كيسيل مني الدم هو صحابو راه طاح هو ما طاحش كان لاصق في الكرش بغى الله بقى كيضرب لي راسي مع الحيط هرس لي نيفي وصافي ودخلت هذيك الساعة في غيبوبة يعني صافي طحت في الدار ودخلت في غيبوبة وجات جارتي بقات كتغوت قالت له شنو درتي لها شنو درتي لها قال لها ما درت لها والو صافي قال لها إلا ما مشيتيش أنتي غادي نضربك ويجي راجلها قال له لك أنتي راجل ضربها وداكشي. المهم هاد الأمور عاوداتهم ليا غير جارتي. صافي بقيت مرمية فوق السداري سورت عليا الباب ومشى. والمشكل ديالنا المجتمع ديالنا هو انهم كيخافوا كون علموا الجندارم ولا البوليس ولا اللي كان المهم كانوا غادي يعتقوني. صافي خلاني تما مرميه صورت عليا ومشات 3 ايام وانا مغيبه يومين
وانا مغيبه منين فقت لقيت راسي حتى ما عنديش جد ديال حتى شي حاجه، يعني ما قدرش نمتك هاد الماء راسي صافي، بقيت غير كنين كندير حتى سمعتني جارتي وهي تعيط على مول الدار ويرسوا الباب رسول الباب ودخلوا عندي، لقاني مول الدار انا في ديك الحاله، هو اغتصبني خلاني عريانه، لقاوني عريانه ولقاونيش لابسه حوايجي، فاش كانت هي جارتي مرض بقيت هي كنبكي، قلت لها واش شافني مول الدار هكاك، قالت لي شافك وبدا كيبكي، قالت لي وراه قال لك يشهد معاك عند البوليس، قالت لي حتى انا وراجلي نشهدوا معاك، وما قدرتش انا كنت حامله ما قدرتش تنقول الى ندخل بين ولدي للحبس، وباقا صغيره ما عارفهاش بزاف، صافي حقر عليا بزاف، لقاني ما عندي لا والدي لا تالي لا والي اللي غادي يدافع عليا، صافي رجع لقيت مول الدار، يعني جامع بزاف ديال الشهور ديال الكرا، يعني شي 3 شهور ولا 4 شهور مجموعه علينا، بقى يغوت عليه هو يهزني هو يقول لي راه غادي نمشيو نسافروا، قلت له فين، قال لي غادي نديك عند والديا، قلت له صافي، قلت الله يعني غير ارتاح غادي نمشي عند والدي ما غاديش يبقى يغتصبني وما يبقاش يضربني، والوالدين ديالو ضروري ما يحنوا، مشيت عند والدي لقيتهم متوحشين اكثر منه، حرقتني امو تشدني حرقتني من وجهي ومن يدي ومن صدري، علاش خوتو صغار كيضربوني. شحال كانت في عمرك خديجه؟ انا تزوجت كانت عندي المهم يلا كملت 18 عام، كنت داخله في 19 عام، وهاديك الوقيت اللي كنت حامله فيها كانت عندي شي يعني شي قريبا ندخل 21 عام، ودابا كنت حامله ديك الساعه يعني ولدت، دابا عندي 26 ومشيت عندهم، ملي مشيت لقيت بداو كيعطيوني نمشي نسرح، ملي عرفوني حامله هذاك البلاصه فين ساكنين هما غير الغابه وكاين الحلوف، فهما يا في الريف والغابه والحلوف والخلا، صافي ومشيت لتمايا نتسات المشاكل، ولاو كيعطيوني نمشي نسرح في الجبل، خاصني نطلع في الجبال ونحط الغلم وانا ما كنعرفش، وكيتجلاو ليا وكنرجعو كيسعطيوني سلخة ديال العصا، دابوزة كتغوت وكتضرب والراجل كيضرب، المهم كلهم كيغوتو باغيين غير يتفكو مني ويتفكو من داكشي اللي في كرشي، صافي منين العجوزة بدات كتحن منين عرفات يعني الحمالة ديالي وداكشي، شوية بدات كتحن، واخا كتضربني ولا هذا شوية هي كانت كتهلا فيا، يعني شوية ماشي كبحال شيخي كنغسل له رجلي، شحال من مره كيطمع فيا مع انا الحمد لله زوينه، يعني ماشي شي وحده اللي خايبه، زوينه ومفورميه وفهمتي، وكان هو كيطمع فيا شيخي كيشوفني هكاك، يعني كان يعني كيتقلبوا فاش كيشوفني، وراجلي كان كيخدم في الكواره ديال الدجاج، كيجي خير من 15 يوم ل 15 يوم ولا من 50 يوم ل 50 يوم، كانوا كي هما بعدوا عليا غير باش ما يبقاش يبات معايا وقاش معايا في الدار، صافي انا نيت كنت تهنيت منه باش ما يبقاش يغتصبني ويتكرفس عليا، تهنيت منه الحمد لله كنت مهنيه منه، ولكن واخا كان المشاكل ديال والدي كنت كنقول اللهم والدي يغوتوا عليا ويضربوني وهادشي، ولا هو يغتصبني، لان كنت كنحس ماشي زوج اللي ناعس معايا، كنت كنحس راسي كانني ناعسه مع حيوان، والحيوان ممكن يكون ارأف احن، المهم فاش كان كيجي الزوج ديالي كانت كدوز عليا يومين ديال العذاب، يعني كدوز عليا ايام في الجحيم، سمعتيني؟ يعني كدوز عليا ايام في الجحيم، هذيك كيجي يومين في سيمانه ولا في 15 يوم ولا في 50 يوم، الا كان 50 يوم كيشد سيمانه، ولا كانت 15 يوم كيشد يومين كان كيجي كيدوز عليا العذاب، ولا جلس سيمانه كيدوز عليا اكثر من العذاب،
ومنين كان هادي تيخليهم حتى تيخرجوا، وعاد كيقضي شغله هويا كيعيط ليا، كنبقى كلي كنترعد صافي. فين مشيت لدارهم شويه خفف ان من داكشي اللي كان كيدير فهذا، ولكن كان كيضربني، كان كيضربني بزاف. واحد النهار خشى ليا وجهي في الشرجم وكله جاج، خشى ليا وجهي في الشرجم، شدني من شعري وضرب ليا وجهي مع الشرجم تتهرس كامل الجاج. وهاديك الساعتين كنت حاملة أنا، راه عندي 7 شهور صافي. وكان والدي تيقولوا له راه دارت ودارت ودارت، كان كيجمع ليا كبعد دابا غلطت شي غلط صغير، ما نطش نغسل الماء عند العشاء ولا شي حاجة. كيقولوا له راه تعطلات، عاد غسلات الماء عند العشاء، راه كيخصو هو غير يسب علاش يضربني ولا علاش يتكرفس عليا. ومني كيضربني كيخليني بدمي هكا كنسيل، وكيغتص مني، كيناس معايا بزز مني. كي ماشي يعني عنده هو لذة في انه يشوفني انا كلي دميات وكلي مادبة، وهو كيمارس لي يعني عنده هذاك اللذة صافي. ديك الساعتين عتقني واحد خالي كان خدام حتى انا تما كاين في العمالة، قلتها ليه وعاودت له قلت له شنو كاين. واحد الجارة هي اللي عطاتني التليفون، وبقيت كنقلب على النمرة ديالو في واحد الوراق كانوا عندي ديال الزواج وداكشي، لقيتها وعيطت ليه بحكم انه كان محيد لي التليفون، محيد لي كلشي، يعني ما عنديش الحق نهضرت مع جداتي صافي. هضرت مع خالي وهضرت مع جداتي وعاودت ليهم من عند ديك الجارة، كانت الله عمرها دار سميتها فاطمة، كانت الله عمرها دار وكتخاف الله، وعاودت لهم هادي وجاو داوني. شاد جداتي وخالي كراو الطوموبيل مساكين وجاو داوني، وجداتي خافت عليا لان جداتي كانت حنينه فيا بزاف، رغم المشاكل وهادي كانت حنينه فيا. اسمح لي عافاك، ما كاريا غير بيت واحد البرد وما فيهش الشراج. هدري دابا؟ واخا دابا مزيان؟ مزيانة. قلت لك مع كاريا غير بيت واحد وشراج ما كاينينش، ضربني البرد. بالنسبة لجداتي فاش جداتني داكشي حمدت الله وشكرتو، دوزت معاهم شهر ونص، من 7 شهور حتى 9 شهور قربت نولد صافي. جلست معاهم هذيك قربت نولد، هو يجي جاب عائلتو جا تيقول لهم بغيت مرتي تيبكي وسمحي ليا وكيطلبني وانا بغيت ولدي وانا هادي. جداتي قالت لي بنتي رجعي معاه باش ديري الوراق لولدك، ديري الحاله المدنيه، ديري هادي، راكي عارفه شوفي حياتك انت كيفاش دستي، ما تخليش ولدك حتى هو يدوز من داكشي دستي منو انت صافي. لعبات لي على الوتر الحساس، يعني على داكشي اللي انا نيت فهمتي تحرمت منه هادي، قلت ما نحرمش منه ولدي صافي. ورجعت، ملي رجعت لقيتهم موجدين ليا باغين غير نولد ويديو الولد، تيتفقوا غير بيناتهم حيت هما كيهضروا بالريفي انا ما كنفهمش صافي. كانت جات معايا جدتي، رجعت حتى هي جات معايا فاش جابوني، وبقات معايا غير شي سيمانه هكاك، ومشات غير هي مشات ولات. عرفتي فاش كانت جدتي كانوا كيتعاملوا معايا بحال المال قليل، يعني كيتعاملوا معايا مزيان. غير مشات جدتي وما تسيفوا عليا عاوتاني، وليت رجعت للصابون والشغل والعصا والسريحه وتشطبي الكواره وطيبي الخبز على برا وتسرحي الغلم، ومهم كلشي كنديرو انايا. ولوستي كدير لي زيات وتبقى تشاطي مع دراري وما تتهضرش معايا كاع، كتقول لي عبر عليك الله عبر عليك الله، انا يا ماشي شغلي فيك. ما كنت كنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل صافي. كنت كنصلي صلاتي في الوقت وكنطلب الله يسهل عليا ويفكني منهم باقرب وقت. النهار اللي شدني الوجع ديال الولاده حتى واحد ما تاق بيا، تنقول لهم راه في الوجع ما بغاوش يثقوا بيا، خلوني كنتوجع وما طرطقات ليش السقيه، لان اول حماله ليا وما عارفاش
وما بغاوش ما بغاوش ما داوهاش فيا. حتى هضرت معاه هو وبقيت كنرغبو، جا عندي البيت النحاس وبقيت كنرغبو، قلت له انا يا راه مرتك وما عمري نسمع فيك وهادي وهادي، واخا كضربني غير ضربني ودير فيا اللي بغيتي، انا راك كنبغيك وكدا. المهم بقيت كنحاول معاه يكمي، وما عرفت كيفاش حتى ربي لي القلب ديالو شويه، هو يقول لي صافي انا غنديك للطبيب. مشى جاب الطوموبيل وداني، قلت له هذا راه ولدك وانت غادي تشوف ولدك لاول مره وربي يسهل عليك وكذا. ويمشي عند واحد ولد عمو ربو، قال له راه دي لي المراه للطبيب راه غتولد. صافي داوني ومشيت هذيك الساعه نولد. ملي مشيت نولد سمحوا فيا، ملي قال لهم الطبيب قال لهم راه غادي راه تبقى 3 ايام عاد غادي تولد، راه مازال ما وصلهاش الوقت. هو المشكل هو انه تغلطت له انا مع واحده اخرى، وهما ملي سولوه لتحت يعني ما سولوهش عليا انا بالضبط، قالوا له عافاك هذيك المراه اللي جبنا دابا، قال لهم راه ما غتولد من هنا 3 ايام. انا راه كان فايت لي الولاده ديالي بسيمانه وصافي مشاو خلوني في الطبيب وصافي مشاو، بقاو كياكلو كيشربو كيدوزين نقط زوين ومسوقيتش ليا، وانا مرميه في الطبيب لا ماكله لا فراش باش نتغطى لا حتى شي حاجه، غير دوك الناس مساكن اللي حدايا اللي والده واللي مسكينه يلاه غتولد كبقيت فيهم، كل واحده كتعطيني واحده دانونه واحده تعطيني خبيز بقيت فيهم، تيقولوا لي باز لك وهادي، وهما اللي شجعوني انني نطلق. يعني شحال من وحده قالت لي هادشي كامل وانتي صابره، راه ما يمكنش، راه كاين القانون، راه كاين شحال من حاجه. صافي ديك الساعه تشجعت شويه، وديك الساعه نيت فاش كنت في الطبيب مع 12 ديال الليل، صافي طرطقات لي السكيه هبطت واحد السيدة هضرات مع الطبيب موراها بقيت تابعها هي، انا غدا كنت مشاغي بشويه حيتاش فيا الحريق. صافي هو بدا كيخرج لي الراس وبديت كنغوت وما يتجمعوا عليا، وداوني البلاصه اللي كاين كيولدوا فيها. صافي بقيت تما كنغوت حتى ولدوني، وما عيطولو قالوا لي النمره ديال الزوج ديالك كنت حافظها، عيطولو قالوا له راه مرتك ولدات، قال لهم راه باقا لها سيمانة عاد تولد، قالوا له لا راه مرتك ولدات نيت هاد الليلة هادي. هو يجي جا هو وعكوستي، صافي عكوستي كنت غطست ملي شافت الولد فرحات بزاف، غير الراجل موسوق ليش كاع بحال ما عاد ولدت من الزنقة. صافي انا كنشوف غير ولدي نسيت الدنيا وما فيها، ما بقيتش مابقيتش كنفكر لا في الراجل ولا في عكوزة ولا في الدار ولا في حتى حاجة. جاني واحد الإحساس رهيب، وليت حسيت بواحد الإحساس غريب، وليت كنقول الله كبحال جاء الفرج، فهمت. خديت عطاوني الوليد ديالي غير جبدوه مني، عطاوه ليا عنقتو وحيدو ليا ولبسو له حوايجو داكشي وخلاه، عطاوه لعكوزتي، عكوزتي مبغاتش تعطيه ليا. صافي بقات شاده ما نقدرش نهضر حيت لا هضرت يقدر يضربني تما في الطبيب. صافي سكت وخليتهم تعطاو لي الولد بخاطرهم، قالوا لي رضيع عاد شديتو رضيتو، درت لولدي يعني رضاع، شاطيتو رضاع، حسيت براسي اسعد انسانه في هذا الكون، حسيت براسي كانني تولدت من جديد. صافي تما ملي شفت في عينين ولدي وشفت فيه، صافي تما خويا بدر خديت العزيمة والإرادة أنني نطلق وأنني نصايب ورقة ولدي، وصافي منعاودش نسوي بشي حاجة أخرى. وصافي أخويا بدر من تما كين رجعت للدار، دارو أسبوع ذبحو على الوليد سماه محمد، والحمد لله يعني السبوع داز مزيان لان الدار كانت عامره، كانوا كيتعاملوا معايا مزيان قدام البراني قدام الناس. صافي سال السبوع بدات الحرب، بديت كناكل العصا، هز الولد في القماط هزو من رجلي وضربو مع الحيط، او
ضربوا مع الحيط اخويا حتى الدري تقطعات فيه الهضره تقطعات فيه النفس بقى كيبكي تمشى من نص الصوت صافي تما مبقيتش كنشوف قدامي عرفتي تما اخويا بدر كبحال حيدتيني وركبتي بلاصتي مره اخرى صافي بديت كنهوت وليت فواحد اخرى ما بقيتش كنت ما كنقدرش نهضر وليت تنهضر ديك الساعه وليت كنغوت وليت جمعوا الجيران اللي نعرفوا بانه شافوني كل دمايات شدني سلخني وانا نفسها يلا ممكن بلاش يلا عندي 8 ايام ولا 9 ايام صافي شافوني الجيران هكاك بقاو كيرغبوا هذا مشات نهار الشيطان ومشى جمع حوايجو ومشى خوا الدار ما عاودش وراني وجهو نتمو باكي بردو فيا الغداي ديال ان ولدنا مشى ناضو تيضربوني هما راه مخبينو عند حيت هي عائلتو اللي دايره بيهم تقريبا هما مخبينو تما كان شي ولد عمو جالس كيقصر معايا من ناشط وتيقولو لي انا انتي خرجتي لنا على الولده بلا هاني باش يعقدوني ومرضوني ما بقيتش كندي لا درتهم ولا حتى شي حاجه كنشوف ولدي تيبقى تقول لي بلي تيقول لي سكتي ولدك راه برصتنا خلاناش ننسو عكوزتي الوحيده اللي كانت كتجي كتهزو كتبقى تلعب معاه كتبوسو هي اللي حن قلبها حيت عندها الولاد وصافي من تما هي تبدلات شويه معايا ولات كتمشط لي شعري كتبدل لي حوايجي ما كنت ما كنقدرش مع الولادة وفي نفس الوقت هو ضربني وزاد صافي شي على شي ما بقيتش كنقدر تنهز يديا صافي هي شويه قلبها حن وحتى بنتها ملي شافتها يعني كتحن فيا ولات شويه حتى هي بدات كتحن تقول لي الشيخ والوايس ما والو بقاو كيف ما هما كيسبوا كيهرسوا الباب تيقولوا لي سكتي ولد راه برصتنا ولا قتليه ناسي عليه وقتليه هنينا مصطع ديالو صافي ثم قررت انني نعيط على جداتي ومشيت عند ديك فاطمه قلت لها الله يجازيك بخير هي كانت والده هي كانت نفسها هي والده توام وانا والده وليد هي والده جوج الوليد عطاتني ديك الساعه كانت عندها الروشارج معايا الله ولدات وهذه كانت عندها الروشارج عطاتني قالت لي عيطي لها عيط لهم قلت لهم اشنو شجعتني قلت لي نبيلة قلت لي يا راكين واحد السيدة سميتها نبيلة غتعاونك قلت لي خاصك تاخدي العزيمة دابا وتكوني قوية وصافي خديت القوة منها وزدت قويت كثر من الأول كنت ديك الساعة كنجريو في الحالة المدنية صايبت لولدي الحالة المدنية وجا الزوج ديالي رجع وصافي سدوا عليا ديك الخمس ايام كامله اللي ما كانش راجلي كانوا سادين عليا في واحد البيت بوحدي ما كيعطيوني لا ماكله لا والو غير الناس اللي جاوا عندي في النفاس كانوا جابوا لي شي فاكهه وشي حلوه وشي هذا وكنت كنخبيهم تحت الناموسيه يعني كبحال علمني الله بلي راه غادي يخليوني بالشوع حيت هما اصلا ما كانوش كيعطيوني داكشي ديال الحلوى وهذا اللي جابوا لهم شي حاجه كياكلوها وما كيعطيونيش صافي سمح لي اخويا شي مشكل هذيك ساعتين هذيك الساعه زيت داكشي كناكلو كنقول لهم عمروا لي غير الماء كيعطيوني الماء صافي كنشرب الماء مالح حيت هذيك البلاصه اللي ساكنين فيها ما عندهمش الماء حلو عندهم غير الماء مالح كيجيبوه من البحر تيقولوا له الماء ديال الجوب صافي كنت كنشرب الماء مالح وخايب وقطع الحليب والدري ما كيشبعش صافي كنعطيه البسله ما كيشبعش كيبقى يبكي هو يجي الراجل منين جا الراجل شويه بحال لا بدا كيحن قلبه وصافي بديت كنلعب له بعقلو تنقولو عافاك نصايبو الوراق للولد راه غادي واش بغيتي يكون بلا اب يضحكو عليك ولاد عمك هادي بقيت كنرغبو وكندوز لهم لهنا ومن هنا حتى يعني كنراضي حتى في الاغتصاب كنقول له اغتصبني كيف ما بغيتي
دير فيا اللي بغيتي. هانتا يعني ما كنتش كنقول هاد الكلمه ديال الاغتصاب، ولكن المهم كنت كنقول له هانتا دير اللي بغيتي، مارس عليا كيف ما بغيتي باش يدير الخاطر. وفعلا اللي قلبه شويه دار وصايب الوريقات لولده، صافي مني صايب الوريقات للولد ولا واحد اخر عاوتاني، صافي هذيك الساعه ني صايب لي الوراق للولد، عيطت لجدتي قلت لها راني صايبت الوراق للولد، قالت لي هزي الحل المدني خبيها ويلا وحنا غادي نجيو، غادي نجيو اليوم نديوك وجمعي حويجات اللي قديتي تجمعي غير ما تبينيش ليها. وفعلا كانت لابوزه ديالي ما كايناش في الدار، واللوزه ديالي راك عارف ملاهيه مع التليفون كتهضر مع الدراري وداكشي صافي. واللويس كانوا كيقراو ديك الساعه بحكم انني ولدت انايا في شهر 12 في الاخر ديالو، دخل لي شهر واحد كانوا الدراري باقين كيقراو. وصافي جاو على غفلته وقفوا عليا بالطوموبيل، قالوا لي يلا غادي نديوها، بقى كيغوت شي خي، بقى كيغوت عكوزتير الويتي راجلي كلشي كيغوت. قلت لهم انا اللي باغا نمشي، وحيدوا لي الولد، قالوا لي لا والله لا ديتي. قال لهم خلي لما خليتوهاش دي غادي نعيط على البوليس كلشي غادي يمشي للحبس. اولا قال لهم تهمه ديال الحرق، ثانيا تهمه ديال الاعتداء والعنف، لو اني يجمع لهم داكشي وما يتخلعوا، هما كيخافوا من المخزن، كيقولوا له غير المخزن هما كيخافوا منه. صافي وخلاوني مشيت جمعوا لي حويجي، ومنين جمعت حويجاتي مشيت. عرفتي اخويا ركبت في الطوموبيل ختك بحال شي كلب باغي كنبكي غادي يسكت لي القلب بالبكا. الولد مسكين نعس طريق كاملة وانا عس هناني كبحال ربي قال لي يا بكي على خاطرك. صافي بقيت غدا اخويا كنبكي ومن تما تفتح لي بعد على الاقل شويه باب ديال الرحمه. مشيت لدار خالي، خالي ماشي خالي اللي في الناظور، خالي واحد اخر اللي قلت لك انا يختص بني. وبدات عاوتاني معاناه من جديد، بدا كيحكم فيا كبحال مرتو، تناسي هنا وديري هنا وتفعلي هنا، صبري لي حوايجي وما كيخلينيش نهز الولد، كيبقى هزو كيقول لي دابا راه انا وباه انا اللي غنربيه. يعني كبحال شي انسان يعني ما كيشوفكش راك بنت اختو، كيشوفك كبحال الزوجه ديالو، يعني ولا بغى يمارس عليا يعني الجنس وبغى يكون مرتو، يعني شي حوايج اللي ما كيدخلوش للعقل. صافي كان ولدو ديك الساعة مزوج، والد بنية ومراته حاملة ساكنين حداه. مشيت لعندهم عرضاتني ومشيت لعندهم تشيت معاهم، وجيت في الليل راجعة باش نمشي الناس، لقيتو سد الباب عليا ولا الولد معاهم وداخل مع جداتي ما كتقدرش تهضر قدام. صافي سد الباب عليا ولا بقيت كنغوت تنقولو عطاني ولدي. قال لي سيري الفاعلة يا التاركي، هادي ما عندي ما ندير بيك، هادا راه ولدي غادي يبقى معاه. سيدك بحال ما اختل عقلي. صافي بقيت كنغوت قلت له راه ليا ولدي الله يحرق جد باباك، يعني عاير تسبيت. ملي سمع هو داك الكلام سخون فيه الدم، خرج عندي عطاني قتلة ديال العصا، حيد ليا الفولار، شرق عليا الحوايج، يعني بغي شي حاجة خايبة بغي يديرها. صافي فلتلو من يدو سمعني ولدو جا كيفك، قالو بابا اش كدير قالو ماشي شغلك، ضارب معاه الولد فكني انا، قال لي هربي، هربت مشيت نيشان لعند جدارمية في الليل، غدا حفيانة والكلاب تابعيني كينبحو وانا حفيانة، غدا كنجري تلاقاني واحد سيد في الطريق مسكين قال لي مالك ماك اختي تخلع وتتصحابو غير شي جنية خرجات له ولا شي حاجة تخلع مع الليل. وانا قال لي مالك اختي مالك، قلت له شنو كاين شكين، قال لي زيدي غنوصلك، ومشى مسكين معايا حتى عند جدارمية وصلني، وبقى كيساند قدام الباب زعما يكبر ردو عليه شي خبر، قال له غيسير فحالك. صافي ودخلت ومشاو معايا جابوا لي الولد، عطاوني الولد، عطاوني مساكن الماء، ومشى واحد الجدارمي جاب لي واحد الفولار وقال لي غطي راسك، وعطاني واحد الصندالة وقال لي انت تغطي تستري بلاتي.
صافي وجات عيط على جداتي، جات لي مسكينة، جات لي صاكي ديال الحوايج وصاكي ديال ولدي، جمعات لي حوايجاتي بالزربة، شي جمعات وشي ما جمعات وش، عطاتهم ليا ومشيت ختك في هاديك الزنقة في داك الليل. وصلني واحد الجدار من مسكين تا المدينة وقال لي دابا ركبي في شي كار ولا شي حاجة وسيري. استغفر الله العظيم. مشيت اخويا بديت الحياة جديدة من تما، مشيت عند واحد خالتي ساكنة شوية قريبة، جلست معاها تما، بقيت فيها جلست معاها شهرين. ناضو الويسا كيقولوا لها البراني سكون، حنا ما نسكنوش، يعني قالوا لها زعما علاش جيبها تسكن معاك هي وحنايا ما نسكنوش معاكم. ناضو كيضربوا معاهم على الورد وهادي، وهي خالتي قالت لي بنتي دبري على راسك. وكانوا عندي نيت شي حلقات ديال الذهب وداكشي، عطيتهم لها قلت لها سيري بيعيهم، حيدتهم من ودني عطيتهم لها قلت لها سيري بيعهم، خالتي جيبي ليا دوك فلوس بيهم نمشي نكري ولا نشوف شنو ندير. وفعلا مشات وجبعتهم وجابت لي 500 ديال الدرهم، واخا هما رساوين 30,000 ريال، جابت لي 500 درهم شديتها ومشيت كريت في واحد البيت غير ب 400 درهم، وهاديك 100 درهم مشات غير في الترونسبور. المهم منين مشيت لديك المدينه اللي كريت فيها، مدينه صغيره كبحال الفيلاج، كريت بيت، عاونوني الناس تفرجتو. ومهم درت حصيرة ومينطا هادي، وتكرفصت اخويا ما نكذبش عليك، وبقيت كنخدم من هنا من لي. ومنين جلست تما المدة ديال عام، ما كاملاش عام، المهم شي 9 شهور هكاك ولا 8 شهور، جلست تمايا ويدخل عليا واحد السكيري تيبيع الحشيج وكيبيع الشراب، وهذا كان شحال هادي هو داير عليا عينو، حيت كيشوفني كنمشي كنخدم في واحد القهوة وبالولد وهادي وبوحدي. صافي دار عليا عينو، كل مرة حاضيني ما لقاش منين يدوز ليا، انا كنمشي حانية راسي ومحتاجبة وفهمت، ودخل سوق راسي ما كنهضر مع حد. من شافني هكاك ما بغيتش نعطيه نهضر معاه ولا نعطيه وقت، رس عليا الباب ودخل عليا في الليل، دخل عليا في الليل بغى يغتصبني، شرق عليا الحوايج، وراك عارف انا كان عندي غير بيت واحد، وحاطه الحوايج وحاطه كلشي فوق الفراش، يعني داكشي عندي طبيله وكوزينه كلشي داخل في بيت واحد. يعني صافي جا شرق عليا الحوايج، بدا كيضربني بالصرفي حتى سخفت، بدا كيبكي الولد ضربو بركله، وصافي بنيش تضرب لي الولد بركله، بقيت كنغوت وكنبكي كنغوت وكنبكي. صافي وهزيت هزيت واحد الموس كنت كنقي به الخضره تما، هزيته وخشيتو فيه. من اخويا خشيت فيه الموس هرب وخلاني. المهم ماشي خشيت فيه الموس يعني بزاف، غير بحال المهم ماشي شي ضربة كبيرة بزاف، ما ماتش فيها. المهم هرب وخلاني خرج لبرا، ومي شدو كانت هديك الساعة كورونا، شدو البوليس كانوا غي تمايا، قالوا له مالك مالك، قال له ضربتني واحد السيدة، جاو الجيران جا مول الدار كيغوت، قال لهم راه هو اللي هجم عليها، هو اللي دخل عليها. هاد السيدة ما عمر شفنا منها شي عيب، شهدو فيا الناس زعما، قالوا بغيتها تخلص سوق راسها ومحتاجبة وعندها وليد راه بشحال هادي. صافي راك عارف داك الروتين ديال البوليس، نتي هارب راجلك من جايبة هاد الولد، ياك ما اغتصبك شي واحد، ياك ما هاربا، ياك ما يعني وليت دخلت في حوايج اخرى. صافي ويشدني واحد البوليسي مسكين كيشوفني فاش كنت كنخدم في واحد القهوة كنغسل المعانو. صافي ويقول لي اجي اجي عرفتك، قلت له انا خويا اللي كنخدم في ديك القهوة الفلان فلانية، قال لي راني عرفتك. وصافي ويشدني ويقول لي اجي عاودي لي غيب شوي، عاود له قصة كاملة من نهار تاديت حتى لديك الساعة. صافي هو عمر لي الدوسي، ودار لي بان محاولة اغتصاب والدفاع على النفس، دار لي محاولة اغتصاب والدفاع على النفس، بان هاد السيدة هادي راه عندها وليد رضيع، وهاداك السيد راه ضرب لها الولد الرضيع.
صافي يعني الدوسي عمر على انا الاخر وكان غادي هو الحبس. حتى انا كون يعني كون بغا كون الى مشى هو الحبس انا كنت غادي نمشي الحبس. علاش؟ يعني حيت انا ما كانش ليا ناخد السلاح الابيض يعني ما كليش يعني واخا دفاع على النفس كانوا تبتوا لي انا نقدر نمشي للحبس. صافي وبقيت كنراقب داك البوليس وداك الشيء عرفتي 15 يوم بت يومين في في السجن تما كان اللي عندهم تيكون في هذاك اش كيقولوا السيلون ما عرفتش جي بت فيه وموراها مراجعة طلقني هذاك السيد مسكين اللي هذا قال لي شوف راه تبقاي معنا 15 يوم هنا غير غادي تعدي بسيري لديك الدار اللي كاريه. مشيت لقيتهم هزوا لي عائلة داك الولد هزوا لي الفراش والمعان وكل شيء والحوايج شدهم وحاشا كبالوا عليهم وداروا عليهم الخائط ديالهم وصخهم. صافي هو شدني داك البوليس مسكين داني كرا لي واحد البيت بعيد ولا بعيد على ديك البلايص اللي كيعرفوني فيها وداك الشيء داني بعدني يعني بزاف. صافي من تما قال لي شوف اختي غير تحلك هذا المشكل خوي من هنايا ما تبقيش هنا. قال لي راه بقيت هنايا ما غادي يقتلوك ما يديروا فيك شي حاجه حيت العائله ديالو حشيشيه وكدا كبار فهمتي كيبيعوا الحشيش. صافي غير داك الشيء غير عرف غير قاد لي مسكين الامور هذا قال لي بان راه السيد راه ما دهاكش وانا كذلك يعني الحمد لله ما طلع لي والو. قالوا لي صافي سيري سيري في حالاتك وصافي ملي مشيت حيت هو حشيشي كبير الا دعاني ولا شي حاجه غادي تثبت عليه بزاف ديال التهم يعني عنده سوابق فايت له داخل الحبس على الاغتصاب ماشي مره ماشي جوج. صافي قال لي داك البوليسي وعطاني مسكين الفلوس داك البوليسي الله يكثر خيره في هذا النهار يا ربي والله يساري لي ويخلى لوليداتو. عطاني 40,000 ريال وداني لواحد المدينة بعيدة على المدينة اللي كنت ساكنة فيها أنا داني ليها ووقف معايا حتى كريت. صافي كريت أخويا وخدمت وبقيت هكاك لحد الآن. دابا راني باقا كارية داك البيت اللي كريت البيت ديال القزدير في السطح غير بيت واحد ما عندي لا شرجم لا حتى شي حاجة. والوليد ديالي دابا راه عنده 4 سنين ونص قريب 5 سنين دابا راه بدا كيكبر. وخويا بدر راك عارف الظروف كيفاش دايره كنتمنى من الله ومن المحسنين يعاونوني. وحنا ما خدامه ما والو كنخدم اخويا كنبيع الجوطيه كنبيع الحوايج ديال هاكايا كنجمع الحوايج من كندور الصباح بكري على الطوارو ديال الزبل اللي لا يحشي ميكا ديال الحوايج ولا شي خبز كارم ولا شي حاجه كنبيعو كنترزق به الله كنعيش بهاد الوليد اخويا راك عارف. ودابا الوليد بدا كيكبر والمسؤوليه غدا وكتكبر عليا وما قديتش خويا بدر تقدر تكون عنده المدرسه. حاليا فين تسكني؟ انا كنسكن دابا في النواحي ديال مكناس. في النواحي ديالها ماشي في مكناس ماشي في المدينه؟ لا ماشي في مكناس لا ماشي في المدينه خويا ولكن قريبه من مكناس. لا مدينه وهي مدينه صغيره قريبه شويه من مكناس. نقول لك بالضبط الا ما كانش زعما وقع لك فيها شي زعما امان وكذا قولي هذاك الشيء مناش خايفه انا صافي حيت انا هاد المدينه الصغيره معروفه فيها بزاف وتيقولوا لي غير ام محمد لانني انا يعني ملتزمه الحمد لله والشكر لله و كنوض الصباح بكري كنصلي الفجر وكنخرج كنجمع داك الخبز كارم وكنجمع هكا لقيت شي حويجات مرميين ولا شي حاجه نقيه عايشه غير في بيت اخويا ديال القزدير راك سمعتي القطوط هذاك راه ما تسمعش راه تسمعش واحد اللعيبه يصعب كنتي تعاودي هذاك دخل عليك قلت واقيلا شي واحد عاود دخل عليها تقدري توري الناس فين تيسكنوا ديري الكاميرا توري غير ما تبينيش الوجه ديال الوليد ولا شي حاجه اذا كان ممكن واخا خاصين نشعل الضوء واخا يلا كلشي دير جيم وبارطاجي لا وسهلا لا وسهلا نفرحوا كلشي يكتب شي كومونتير باش ما يتبلوكاش بقا تكتبوا في لي كومونتير وكلشي دير جيم الا ما مشتركش شارك دابا ما تخسر والو
هاد الناس تتعاونوا ماشي اللي تنعاونهم، مي اللي تتعاونوا عن طريق البارطاج ديالكم والجيم ديالك والاشتراك ديالك. صافي ندير الكاميرا. الو انا دي واخ. مازال ما طلع والو بلاتي عين باش نوري الناس هذاك تبيني شي حاجه. انا نوري الناس صافي دابا وريهم اللي بغيتي. باش باش طلعش النمره ديالك. هذا السقف هذه بلاصه. هذا السقف هنايا 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 هذه الكويزينه ديالي الصغيره. هنا فين كناكل وهنا فين كنعس. عندي هادو غير خشبات كنعس عليهم. شنو قلتي؟ هادو غير خشبات، يعني غير الخشبات ماشي سدادر. غير الخشب بوحدو دير عليه المانطات كنعس عليهم. وداك الوليد ديالي راه هو ناعس ليا. لا ماشي مثل ماش بيني باش ما يبانش هو. لا ما بينش وجهو ناعس. وهذا عنتر قصدي دابا فاش كتكون شي شتا ولا شي حاجه كلشي كيدخل عليا. حنا راه يصعبنا شي واحد دخل عليك فاش شتي تعاودي راه تدخل عليا. فسمعنا واحد التقرقيب قلت ويلي شنو هادشي؟ فيك ماشي واحد تيفرع عليك الباب. سمعوا. لا لا انا ساكنه عند واحد السني ساكنه في السطح واحد السيد يعني السني ما كيأذيني حتى شي واحد الحمد لله. هنايا انت كتشوف اخويا بدر ها هو الما شتيه شتي الما ديال هاد الشتا اللي داز في هاد الايام هادي. الله الحمد لله عليها الله يرزقنا ما كثر. امين. ها انت الما داخل مع الجنان كلهم الحمد لله الحمد لله شكرا لله الحمد لله شكرا. هذا الشيء اللي كاين. صافي تقدري تحيدي الكاميرا الا بغيتي. واخا شكرا. بالعكس مرحبا. يا 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 تي قصة كل واحد يكتب لنا عنوان مناسب لهذه القصة هذه. خديجة اخويا اللي بغى الرقم ديالك نعطيوه ليه. اللي كان غادي يعاونني في الخير الله يجازيه بخير. وحزين وليتي درتي الحجاب الشرعي جوج قلتي ليا واقيلا ولا شي حاجة هكا. انا دايرة النقاب. دايرة النقاب دابا الحمد لله. درتي النقاب. او برافو. وبالنسبة للطلاق طلقتي من ذاك السيد؟ طلقت دابا يا عام ونص باش طلقت حيت عاوناتني واحد الجمعية. وما تيصرفش على ولدو كاع؟ هما اللي طلقوني. لا لا ما كيصرفش عليه ولدو ما عمرو شافو. يلا شافو مرة واحدة. واخا اللي بغى الرقم ديال خديجة. واخا اللي بغى الرقم ديال خديجة يتواصل معايا عبر الصفحة الرسمية بي ار دي اغ او اسباس اش اي ال اي لي. كتب لي بغيت الرقم ديال خديجة من نواحي ديال مكناس في لاباج فيسبوك بي ار دي اغ او اسباس اش اي ال اي ال اي. اكتب لي بغيت الرقم ديال خديجة ونعطيكم الرقم ديال خديجة. خديجة نتمنى من ربي يسر لك ويعينك على ولدك. الله يسهل عليك ويخليك صحتك ما شاء الله. الان حنا واحد ما عندنا اللي يطلب. حنا ها هما كلشي تيسمعك. تفضلي عاودي قال اللي بغيتي. الله يرحمكم الوالدين عافاكم عاونوني. بغيت نكبر غير هذا الوليد بالحلال ونعيشو عيشه زوينه ونقريه. هذيك هي الدنيا وما فيها. مابقاتش كتهمني حتى شي حاجه في هذه الدنيا من غير انني نعيش ولدي عيشه مستوره وما يقولوش لامك فعلات ولا بامك دارت. ويكبر هو هاز راسو. هذيك هي الدنيا وما فيها. ماشي يكبر هو حاني راسو وكيقول بامي فعله ولا تاركه. الله يرحم لكم الوالدين. انا حسبوني اختكم حسبوني بنتكم حسبوني وحده من عائلتكم. راه ما عندي حتى شي حد من غير الله سبحانه وتعالى. هو الاول هو الاخر. وانتم عائلتي عاونوني باش ما بغيتو. واخا غير بالدعاء اللي ما عاونيش ماديا ولا هادي عاوني غير بالدعاء ويقول الله يسهل عليها والله يفتح لها باب الرزق. هذيك هي الدنيا وما فيها. شنقول لك والله من قلبي تنتمنى بالعكس. والله من قلبي تنتمنى تعيطي لك شي نهار ولقاك ضحكة. نتمنى اللي بغى يعاونها السيده بغات تكبر وليدها بالحلال كافحات. نتمنى تعينوها وتوقفوا معها. اللي بغى الرقم ديالها الشخصي يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار او اسباس اش اش اي ال ا ال اي. اكتب اللي بغيت الرقم ديال خديجه من نواحي ديال مكناس. نعطيكم الرقم ديالها. نتمنى كل واحد فيكم يخلي لها شي دعوه. خديجه انا فرحان عيط لها شي معايا. شكرا اخويا. وفرحان بانك انا اللي هي الشرف. والله هي الشرف
هضرت مع انسان في حالك كنقدرك شكرا، وانا من المعجبين ديالك، الله يحفظك. وكان وتنقول يا ربي يا ربي تنصرك على من عداك، آمين ويا ربي تجعلك ان شاء الله من الاولياء ومن الناس اللي خليوا اثار في هذه البلاد. إن والله شاء الله. انا مفتخره بيك، مفتخره بان عندنا انسان في حالك في بلادنا. الله يكبر برافو عليك. عليك، الله يسهل عليك، الله يوفقك، ونتمنى ولدي يخرج في حالك. إن شاء الله يطلع تيشبه حسن. لي تيشبه لي؟ ياك ما فاش كنتي عامله تشوف هاك فيا تتوحبي. والله الا كنت هذيك الساعه فاش كنت يلاه كان يلاه حامله، كان عندي لاباج ديالك، كنت كنتفرج فيك، كنشوف دوك المشاكل داكشي باش طلع. واحد المره نعاود لك، واحد السيده كانت تتوحم، هذه تهدا في دازت، قالت لي انا كنت نتوحم وما تنحملش نشوفك، ما تنحملش تتجي تمدن، ولكن الا ما داروكش ليه تمدن بكي، تنكرهك. قالت لي كنت تنكرهك تنكرهك، ولكن الا ما شفتكش تمدن بكي، لا ديروه ليا. قالت لي تا قالت لي اقسم بالله انا ولدتي طلعوا تيشبالي. سبحان الله. فنتمنى ربي يستر لك ويعينك على ولدك، والله العلي العظيم هذه من قلبي تنقولها لك. نتمنى ربي يسهل عليك، ونتمنى تعيطي لي كما عيطوا لنا بزاف ديال الناس فرحونا، كما عيطوا لنا بزاف ديال الناس شوف فرحونا. انا كنطلب الله، كنطلب الله الا تبدلت حياتي بسببك بدر، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يهديك عمره ان شاء الله يا رب. عمره يكون الشيء اللي ما دوزتهاش انت يدوزوها لك ملائكه الرحمن ان في شاء الله. بلاصتك. الله ان شاء يسهل الله يا عليك، رب. والله يخليك صحيحتك، امين انا والله وياك. ينورك. وانا امين. راه شوف عندي، انا عندي الربح الكبير، انا اني هضرت معاك وفاجئت قلبي، حتى لو الحمد لله. حتى ولو ما عاونونيش، وغير هاد الناس اللي سمعوني وهاد الوجوه الطيبة اللي سمعتني وعطاتني وقت وسمعتوا ليا كاملين، كنقول لكم شكرا بزاف 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 بزاف، وبزاف ديال الحب وبزاف ديال الشكر. والله يسهل على كل واحد آمين كيسمعني وعنده مشاكل.